الآن معهم في الاستوديو الضيف العازف المبدع مصطفى الأسمر. مرحبا مصطفى. أهلا وسهلا مرحبا. شلونك؟ الله يسلمك الله يخليك. صباح الخير مصطفى. صباح النور. شلونك؟ الله يسلمك. مصطفى قبل لا أبدو وياك بالأسئلة. إيه تفضل. ونسولف بهواي مواضيع. إيه. نبدو وياك بغنية. العيون. جيتها على ذوقك إذا أنا أطلب بكيفك. أني لك. خلي على ذوقك. على ذوقك. إذا تريد عربي نبدي. نبدي بعربي. الصبح إيه بالعربي. عربي إلمن. مثلاً أم كلثوم. أم كلثوم. كلثوم الصبح ليش مو فيروز؟ لا أم كلثوم وهي ستايل يعني كان بعد. أم كلثوم ستايلك. يلا نسمع أم كلثوم. يا أغنية لها. بس أنا أغني حبي إيه. حبي إيه حلو. طبعاً هي الأغنية من مقام البيات أو من مقام الكرد بس الناس اختلفت عليها فأنا أقدر نعزفها بالمقامين. أها. هي. بس سمعها بالسمعها بال. فدوى القلبك والله يسلمك. هسه صوتك شويه مايل على مصر. انا كلش قريب على مصر لان اصلا يعني انا يعني منذ ولادتي يعني كانت الانطلاقه للمصر مباشره. يعني كنت عايش بمصر؟ لا يعني انا سكني بغداد يعني ولادتي هنا مسقط راسي. لكن الستايل الفني مصري. ايه صوت خطاب رايح بس ام كلثوم تغني بعض من المطربين. مثل منو تغني؟ يعني اكثر من مطربين معروفين واكو غير معروفين يعني. مصطفى شنو اسباب توجهك للغناء والموسيقى؟ والله حقيقه انا نشأت بعائله فنيه فترعرعت يعني بهذا الشيء. كان ابويا دائما يسمعني يعني اغاني ويقول لي كذا ويشجعني فيعني شلون تقولين انه خلاني اكتسب يعني مثلا ما نقول انه اتشبع بها. لذلك انا بعد ما كبرت يعني كان عندي طبعا عود صغير بالبيت فاقعد ادندل في الفار يعني دافع حبي للفن طبعا. فبعدها اخويا مشجعني ودخلت للمعهد الدراسات الموسيقيه فدرست هناك الموسيقى بشكل عام. طبعا درست المقامات الشرقيه والغربيه. الظروف التي يعني جعلت منك فنان والمعاناه اللي واجهتها بحياتك شنو؟ والله حقيقة يعني هو كل فنان طبعا معرض لهذا الشيء يعني من خلال انه يعني شيء الآلته بالشارع فهذا عندنا شيء يعني نوعا ما معيب يعني. ليش معيب؟ يعني مجتمعنا شرقي بحت وخلينا نقول مجتمع اسلامي يعني. لكن اغلب الفنانين هم شرقيين. اي بس المجتمع لا زال يعني عنده الصبغة الدينية اللي ما يتقبل الموسيقى. بعيدا عن الدين، بعيدا عن السياسة. أيوة. لكن الطرب موجود. أكيد. من زمان الطرب موجود. ليش احنا اليوم نباوع على الفنان بصوره سيئه؟ ليش نباوع على الفنان التشكيلي بصوره سيئه؟ ليش نباوع على العازف؟ ليش نباوع على يعني ليش احنا عندنا دائما هاي النظريه انه نكون هي حرام وحرام ليش؟ مو هي اسس يعني هي احنا ومبادئ تعلمناها انه الفن والموسيقى والفن بشكل عام حرام وحرام حرام. فطبعت هاي الافكار
فاحنا اكثر يعني فئه احنا موسيقيين. يعني يطلقون علينا تسميات يعني عذرا يعني تسميات غير لائقه بينا يعني. يعني تعرضت له هاي مشاكل. يعني بسبب هالموضوع يعني هل ما اعرف هذا احنا الوضع اللي نعيش به يعني اكو شلون نقول مجتمعات مغلقة وطبقات مغلقه صح. ما قاعد تتفهم يعني شوف احنا ماكو هذا الانفتاح لكن اليوم انا راح اكسرها اليوم مصطفى هنا راح اخليه يغني ساعه مو نص ساعه ولا 20 دقيقه ساعه اخليه يغني لكن خل نسمع 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 مقام نسمع هو يعني ستايل قريب للمقام. زين قبل ما نسمع انت شنو المقامات اللي تحبهن قريبه لك؟ والله حقيقه هو الحجاز والبيات يعني كلش يعني قريب علي. فسمعكم شو حجاز؟ نسمع حجاز اللي هو على درجه الصوت. فهو هذا يعني ستايل قريب للمقام يسموه ستايل الموشح تقريبا. ورا نسمع مقام نسمع اغنيه في الكلوريا بكيف. يلا يلا كيف السبيل الى وصالك دلني كيف السبيل الى وصالك دلني وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال فجرتني أنت الذي حلفتني أنت الذي حلفتني وحلفتني ألا تخون فخنتني أنت الذي أنت الذي حلفتني وحلفتني ألا تخون فخنتني. شكرا. الله الله ابداع انا راسي لا 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 بقي العود بقي بقي راح اعوف الاسئله هم اليوم هاي الاسئله راح اعوفها ما راح اسالك نسمع عربي عليكم والله عربي دلل مثل هو يعني لكم عربي حتى لو مثلا ستايل جديد اوكي اوكي ستايل اللي هو طبعا المطرب يعني هو نوعا ما شعبي يعني قريب للشعب ميال الشعب المصري يلا نسمعه يلا طبعا المطرب اسمه احمد سعد يعني نفسك ترجع انسى ملكش مكان دور النوقع ما انت وقعني زمان مهما تقول لي فرصة خيرة ما في انت رجعني لما لقيتني بعيد واللي فات يلا مات يلا شكرا سلام انت مش حينفع كلام اللي فات يلا شكرا سلام انتهي مش حينفع كلام كنت جنبك حاربت وتعبت
مشارك رخاص فقابسونا سبتوا رجالي لبيت خلاص. عشان مصر عاشت ايدك حبيبي مصطفى. مصطفى حبك لآلة العود وسبب تعلقك بها والألوان الموسيقية والغنائية اللي تتمكن من أدائها. والله حقيقة هو أنا قلت لك كان عندي يعني بالبيت يعني عود، فهو اللي خلاني أتعلق بهذا الشيء يعني. كان يعني أنا أول ما انولدت للدنيا شفت قبال عود حبيت. بس طبعا هو الآلة الرئيسية اللي تعتبر سيدة الآلات. أكيد أكيد هو العود. بس آلة العود تعزف لو عندك غير آلة تعزف؟ يعني نوعا ما شويه كمان اعزف شويه يعني كل شيء ما اخذ فد شيء. بس انا اختصاصي صوتك يعني بالعود. اي لان انا مطرب اعتبرتها آلة مرافقه لي. مصطفى اليوم احنا نعرف انت تغني بالنوادي الليليه والشعبيه، شنو السبب؟ والله هو الدافع الرئيسي هي الماده بصراحه يعني اللي كل الشباب يعني كل خلينا نقول الفئه الشبابيه يعني الموجوده على مستوى العراق يعني راح صح اكو بيها مكسب يعني، لكن مكسب قليل يعني مو مثل النادي او الحفلات الشعبيه. زين انت يهمك توصل فنك لو تاخذ مادة؟ والله الاثنين حقيقه يعني مشيتين انا ماشي اكيد حتى هاي تساعد هاي انه حتى شلون اوصل صوت. طب بالمناسبه يعني كل المطربين هم نشأوا وكان بدايه المنطلق هم النوادي اللي صحيح تمام. شنو المهنة التي يعني تعمل بها حاليا غير العزف؟ انت عندك في المهنة تشتغل بها غير العزف؟ والله حاليا انا اشتغل يعني اسواق يعني سوبر ماركت، وبعد ما اكمل يعني اطلع اتجول بالتاكسي يعني. زين انت خريج معهد مخرج خلصت اكاديميه لو لا؟ لا ما قبلونا. ما قبلوك؟ شنو سبب ما قبلوك بالاكاديميه؟ ما قبلونا لان يعني اجى خطاب من وزير التعليم العالي الى مدير معهدنا انه طلبه معهد دراسات النغميه لا يقبلون يعني. ليش؟ يعني لاسباب انه يخافون انه ننافسهم يعني كطلاب ننافس الاساتذه. لانه ما اقل خبره من عندنا احنا درسنا يعني كل لكن هي اكاديميه الفنون للفنانين، ايش عليها بالاساتذه؟ مو هو خافوا انه لا ننافسهم. اي فهو هذا عندهم هذا خلينا نقول حاجز سبب انه يعني مخاف عندهم انه خاف شلون احنا ننافسهم احنا طلاب. اوكي لكن يعني اقل منهم مستوى. اكاديمية الفنون اكو فنانين واكو رسامين واكو عازفين. اكو كل شيء. كل شيء اكو. بس انا تحديدا. يعني هو من خلال اعداديه ومن خلال معهد الفنون جميل. لا مو انت قلت انه يخافون الاساتذه ينافسون. احنا معهدنا تحديدا بس معهد دراسات الموسيقي. ما احتجيتوا؟ والله احتجينا وخاطبنا وسوينا ماكو اي فائده. ما قلت تشوف تعيين بنفس بدائرتك ما تعينيته بمكان لو بقيت بشغلك هي النوادي الليليه والشعبيه. يعني هو نعرف انه هي كل هالمسائل تعتمد على الواسطه يعني. فاني ما عندي واسطه حتى من قبل يعني. زين الفنان المفضل يعني تقتدي به انت من هو؟ والله حقيقه يعني
كثير من الفنانين، شخص واحد من الفنانين، لكن اللي اسمع دائما هو طبعا ياس خضر. حافظ شيء له استاذ ياس خضر؟ اكيد. تحياتنا لابو مازن، نسمع شيء ان شاء الله. سمعكم شيء قليل من الاغاني. طبعا هي يعني كلش قريبة علي. هم رجع قلبي حيب، ما كفى جرح البي، ضاق المور من حب الفار، ريت الله يهدي. هم راح ارجع ابكي واشكي، ويذبلني سهر الليل، والله تعبيت من العشق والقلب ما بيه حيل. رجع بيا العشق خوف، يعني بطل ما اشوف اوف من قلبي، اوف اوف من قلبي اوف. عاش صوتك زين. انت اليوم تسمع الياس خضر وانت هذا الفنان المقرب عليك، لكن اليوم تغني الحسين البصري، كريم منصور؟ اغني يعني بس بعض الشيء يعني مو دائما، لان انا هو ستايلي يعني قريب لستايلي. بس شفت اسالك عربي اكثر، يعني تغني الاغاني المصريه اكثر. هو انا ميولي اكثر للعربي. قلت لك هو اصلا صوته العربي مصري. اي لان انا نشات يعني بهاي الطريقه. غنيت لام كلثوم وغنيت محمد سعد الفنان. اخو احمد سعد. اخو احمد سعد تمام. منو عندك بعض المطربين انه المعروفين المصريين تغني لهم؟ يعني نحن عندي هواي. مثل منو تقدر تسمعنا من المصريين المعروفين؟ مثلا وائل جسار. حلو. كلش احبه وائل جسار، انا قريب عليه، بس هو يعني اكثر عذوبه مني، انا شوي صوتي اجش يعني، فاقدر يعني بس بطريقتي انا بستايلي اقدر يعني. نسمع طريقتك. بحبك مش حاولت تاني، وعايزك وانت عايزاني، بحبك مش حاولت تاني، مشاعري من زمن تاني، وروحي سكنة في روحي، قلبي شفت شرياني، دموعي تجري بعيوني وتذبل كل احزاني. شكرا. مصطفى، عدم شهرتك بالوسط الفني. والله ايضا يعني السبب هي الماده، لان هسه اغلب الاستوديوهات يعني بصراحه يعني تبحث عن المال. لكن اكو داعمين للشباب هسه عندنا نشوف؟ والله حقيقة هو وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة او الوسائل يعني انه هي اللي يعني تخلي الناس تعرف هذا الفنان او هذا ايش عنده يقدم. مصطفى، هسه فتحت برامج للغناء للموهوبين، ايش عدد المقدمات؟ والله حقيقة يعني شوية انا الظروف ما سمحت لي يعني اقدم. يعني لان انا مرتبط بشغل فما قدرت اروح. يعني قلت ان شاء الله يعني بس ارتب اموري ان شاء الله واقدم ان شاء الله. طبعا مصطفى شكرا لك وربي التوفيق والنجاح. لكن قبل ان نختم وياك نسمع اخر مقطع من اكثر اغنيه انت متعلق بها وتحبها. عيونك اغنيك مثلا انت اللي تحبها، شنو اقرب وحده؟ اغنيك غني موال بعدين اغنيه لو يلا كيفك. يلا
فلورية فوق النخل طبعا. يلا قلت هم نوعك يدري ما تهمن أو شجاتشن يا أجدامي ما تهمن راقب الوادي ما تهمن وانا الهم وانا الهم راقب ظلبي صوتك. طبعا شكرا لك مصطفى ونورتنا اليوم برنامجنا برنامج سمراء الصباح وهاي جيتك طبعا مشكور من قلبي انا اتشرف فيك طبعا وتحياتي الكادر وتحياتي لكم طبعا نورتنا مصطفى الله يسلمك ان شاء الله طبعا نور بيكم انت من تجدد الى تجدد ان شاء الله يا رب حياك الله.